فيلم عن أذكى لاعب شطرنج بالعالم وعن أهم مباراة شطرنج بالتاريخ. We're at war. It's a war of perception. The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire. You don't look well, Robert James. كيفكم؟ اليوم راح أحكي عن فيلم عظيم جدا اسمه بون ساكريفايس، أنتج سنة 2014، تقييمه مثل ما أنتم شايفين على الشاشة على الـ IMDB 7/10، روتن توميتوز 72% والميتا كريتيك 65%. الفيلم هذا مستوحى من أحداث حقيقية، بيحكي قصة واحد من أذكى لاعبين الشطرنج بالتاريخ اللي هو بوبي فيشر، وعن المباراة التاريخية اللي لعبها سنة 1972 مع بطل روسيا بوريس سباسكي. مباراتهم هاي كانت جدا مهمة وكل العالم تابعها. المباراة هاي أخذت بعد سياسي لأنها كانت في عز الحرب الباردة ما بين روسيا وأمريكا، وكمان كانت جزء من المعارك والمنافسة ما بين القطبين السياسيين الأكبر بالعالم، خصوصا كمان أن الروس بهديك الفترة كانوا مسيطرين على كل بطولات الشطرنج في العالم، فأمريكا حكت يعني ليش نعطي مجال لروسيا كمان تظل مسيطرة، ففاتت بمنافسة قوية مشان تثبت أنه أمريكا مش أقل ذكاء من روسيا. الفيلم بسلط الضوء على طفولة بوبي فيشر لما كان عنده هوس بالشطرنج من طفولته. بوبي فيشر كان عبقري لدرجة مخيفة، مع أنه ما كمل دراسته الجامعية على فكرة، لكن حركاته بالشطرنج لغاية الآن تدرس والكل بتعلم منها وبيحاول يقلدها. في له على فكرة صورة مشهورة بيكون بيلعب مع مجموعة لاعبين مع بعض بنفس الوقت وبغلبهم جميعهم. ادخلوا على اليوتيوب وعلى جوجل ابحثوا عن اسمه ورح تلاقوا كثير مقاطع فيديو بتحلل حركاته لغاية الآن. لكن مرات للذكاء ضريبة، فعلى الرغم من كل العبقرية إلا أنه كان عنده أمراض نفسية خطيرة، كان عنده بارانويا، جنون عظمي وشكوك في كل شيء كل حدا حتى أقرب الناس إله. كان مؤمن أنه المخابرات الأمريكية والمخابرات الروسية واليهود، مع أنه هو يهودي على فكرة، كلهم بيحاولوا يتجسسوا عليه مشان يدمروه. كان بالفنادق أثناء البطولات يكسر التليفونات مشان يشوف إذا في جواتها جهاز تنصت أو لا، وكمان كان اللوحات المعلقة على الحيطان كان يشيلها لأنه كان خايف يكون في أجهزة تجسس مثبتة وراء هاي اللوحات. المهم سنة 1972 بتصير المباراة المرتقبة والنهائية بين أذكى شخصين بالعالم بالشطرنج، فيشر وسباسكي اللي حكيت عنها في بداية الحلقة. النهائي هذا بيكون من عدة مباريات مش مباراة واحدة ومش بنفس اليوم طبعا. فيشر كان كثير متوتر وكان ينزعج من أقل صوت في المباراة أثناء اللعب، مثل حركة كرسي من الجمهور وصوت حركة الكاميرا، حتى صوت القطع على لوح الشطرنج كمان كان يزعج ويوتره. The chess version of a 15 round heavyweight prize fight. I'm not playing. I want at least 5 feet between me and the audience. It's almost like I hear their thoughts. Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis. فصار يطلب من الإدارة طلبات تعجيزية مشان يقدر يلعب، وإلا هددهم إنه رح ينسحب. فيشر مثلا طلب كراسي خاصة، وطلب إنهم هو وسباسكي يلعبوا في غرفة معزولة، وطلب كاميرات خاصة ما بطلع صوت. سباسكي الروسي ما كان بده يفوز بالبطولة بسبب انسحاب فيشر، مشان هيك وافق على كل شروط فيشر. مع استمرار البطولة كانت الحالة النفسية لفيشر بتسوء بالزيادة مع الضغط ومع التحدي بينه وبين سباسكي، وكانت كثير حالته صعبة وكمان كان كثير يتخيل شغلات. الحكومة الأمريكية واللجان الخاصة اللي كانت بتتابع فيشر ولا حدا اهتم انه يعالج فيشر من مرضه النفسي، ولا حدا اهتم انه يعرف شو ماله وشو مشكلته، كانوا بس بدهم اياه يفوز بالبطولة مشان فقط يثبتوا قوة أمريكا وخلص. مشان هيك إذا بتلاحظوا اسم الفيلم على فكرة اللي هو ترجمته تضحية الجندي، هي حركة بيقوم فيها لاعب الشطرنج بيضحي بجندي مشان يكسب شيء ثاني. فالاسم ذكي لأنه بتبين معنى أنه الجندي اللي تم التضحية فيه هو فيشر نفسه من قبل الحكومة الأمريكية. اللعبة السادسة اللي لعبوها بيعتبروها خبراء الشطرنج من أعظم مباريات الشطرنج بالتاريخ. This game. It's a rabbit hole. After only 4 moves there's more than 300 billion options to consider.
لهون الفيلم خلص، ما راح أحكي أكثر من هيك، لكن هسا بدي أحكي شوية معلومات عن سيرة حياة بوبي فيشر لأنه حياته غريبة شوي. سنة 1992، يعني بعد 20 سنة من مباراتهم الأولى، قرر بوبي فيشر وسباسكي أنهم يلعبوا كمان مرة، لكن المرة هاي بيوغسلافيا. هديك الفترة على فكرة كانت الحكومة الأمريكية عاملة حصار على يوغسلافيا، مشان هيك اعتبرت الحكومة الأمريكية أنه سفر فيشر ولعبه مع سباسكي بيوغسلافيا خرق لهذا الحصار، فأصدرت قرار باعتقاله وحبسه. فلما كان فيشر بيوغسلافيا بيلعب، الصحفيين فرجوه صورة عن القرار تبع الحكومة الأمريكية وحكوله شو رأيك، فهو مسك الورقة وتف عليها وحكى لهم هذا هو رأيي بالحكومة الأمريكية وبقرارها. So this is my reply to their order not to defend my title here. That's my answer. المهم فيشر ما رجع على أمريكا، فضل يسافر من بلد لبلد لعدة سنوات. آخر إشي راح على اليابان، وهناك الانتربول اعتقلوه مشان يسلموه لأمريكا. سباسكي اللي هو اللاعب الروسي اللي كان يلعب ضد فيشر كتب رسالة لجورج بوش الأب اللي كان رئيس أمريكا بهذيك الفترة، بحكي له بما معناه إنه فيشر بسيط جدا وشخص مش اجتماعي. فيشر عيبه الوحيد إنه مش قادر يستوعب التعقيدات اللي إحنا بنعيشها واللي موجودة بعالمنا. في حكي كثير بحكيه، في النهاية بحكي سباسكي أنا عندي طلب، إذا أنتوا أصريتوا أنكم تعتقلوا فيشر فبتمنى تعتقلوني أنا كمان وتحطونا بزنزانة واحدة وتعطونا لوح الشطرنج وإنسونا. بالنهاية آيسلند منحت الجنسية لفيشر وبروح لجوء عندهم هناك، وبضل عايش بقية حياته لغاية ما مات سنة 2008. الفيلم كثير حلو، يمكن أنا حرقت شوية أحداث لكن لسه في أحداث كثير لسه ما انحرقت. الفيلم راح يخليكم تحبوا الشطرنج على فكرة. في النهاية ما تنسوا تشتركوا بقناة الفهرس. كان معكم أيمن العقرباوي، العبوا شطرنج واستمتعوا بحياتكم. سلام.